اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين مره اخرى. انا بس عندي كام سؤال يعني للكابتن حسام البدري. هو مين اللي جاب اسلام محارب؟ مين اللي جاب احمد الشيخ؟ مين اللي جاب عمرو بركات؟ مين اللي جاب اكرم توفيق؟ مين اللي جاب هشام محمد؟ مين اللي جاب احمد حمودي؟ قول حمودي لعب شويه. مين اللي جاب عبد الله الشامي؟ هل هذه الصفقات صفقات جابها الكابتن حسام ولا فرضت على الكابتن حسام؟ اللي انا اعرفه واللي انا افهمه مهما كان المدير الفني اللي موجود في النادي الاهلي لا يفرض عليه اي شيء، هو اللي بيختار وهو اللي بيجيب. طيب اذا كان الكابتن حسام البدري هو اللي جايب اللعيبه دي، فاللعيبه دي ما بتلعبش ليه؟ هل مستواهم الفني بعيد عن النادي الاهلي مثلا؟ مش عارف. يعني اسلام محارب احنا كنا شايفينه ماشي بشكل جيد مع سموح، احمد الشيخ هداف الدوري واحسن لاعب في في الدوري العام السنه اللي فاتت ما بيلعبش ليه؟ وانا رايي محسن الشحات، حسين الشحات انا اسف، هتبقى عنده مشكله لو راح النادي الاهلي. هيلعب ولا مش هيلعب برضه؟ هيلعب ولا مش هيلعب؟ انا بتكلم على اللاعب بقى نفسه ساعتها. طبعا هو امل لاي حد ان هو يلعب في النادي الاهلي، ولكن انا بتكلم على اللعيبه دي كلها. اللعيبه دي كلها وليد سليمان مستواه نازل، مؤمن مستواه نازل، اجاي شويه وشويه، وليد ازارو شويه وشويه، يمكن عبد الله السعيد هو اللي ماشي بشكل جيد دلوقتي، او لا يمكن الاستغناء عنه لان بديله بيتدلع مش في دماغه مش فارق معاه. طيب اللعيبه دي كلها، اللعيبه دي كلها جمهور الاهلي بيتساءل، اللعيبه دي كلها حضرتك جبتها ليه وما بتلعبش ليه؟ ما بتاخدش فرصه ليه؟ ما حدش عارف الحقيقه. النادي الاهلي اتغلب من المقاصه امبارح 3-2 في مباراه الحقيقه كانت ممتعه في كل اوجه. هذه المباراه كانت ممتعه، اهداف كتير، مباراه حلوه ما بين الفريقين. كابتن عماد سليمان الحقيقه 8 مباريات، خمسه فوز او 6 فوز و تعادلين، حاجة جميلة جدا. الكابتن عماد سليمان عامل مع فريق مصر المقصة حاجة رائعة جدا جدا جدا، ومعاه مجموعة من اللعيبة بيلعب بيهم بفكر مختلف شوية عن الكابتن مؤمن سليمان اللي أنا بحييه برضه لأن هو اللي أسس هذه الفرقة. ولكن كابتن عماد سليمان عامل تكتيك مختلف شوية، بيدافع بشكل مكثف وفي نفس الوقت لما بيهاجم بيهاجم بضراوة، عشان كده كابتن عماد سليمان يستحق أن يكون الأفضل خلال هذا الأسبوع. الحقيقة أول أسبوع ده والأسبوع اللي فات واللي قبله، 3 أسابيع الأخيرة كابتن عماد سليمان واحد من أفضل المديرين الفنيين اللي موجودين في الدوري العام المصري. يستحق النادي الأهلي أن يهزم امبارح؟ نعم يستحق النادي الأهلي أن يهزم امبارح، لأنه في مشاكل، في كذا مشكلة في النادي الأهلي. النادي الأهلي عنده مشاكل كثيرة دفاعية، وياما بنحذر من هذا الكلام، وياما قلنا هذا الكلام. عنده مشاكل في حراسة المرمى، ياما قلنا هذا الكلام. شريف إكرامي مش ماشية معاه خلاص، هي واضح ان هي مش ماشية معاه، يستريح شوية لغاية لما يرجع مرة أخرى، ياخد وقته لغاية لما يرجع مرة أخرى يبقى شريف إكرامي اللي احنا عارفينه. لكن ان هو يبان بهذا الشكل ده مش في مصلحة شريف ولا في مصلحة النادي الأهلي، مش في مصلحة النادي الأهلي الأول وبعد كده مش في مصلحة شريف. عشان كده هناك مشاكل دفاعية واضحة في النادي الأهلي، والكلام ده اللي احنا قلناه. طيب إذا كان هناك بعض اللعيبة عندها بطء في خط دفاع النادي الأهلي، طب هو عبد الله الشامي ده اللي جه اللي احنا ما شفناهوش لغاية دلوقتي هو فين؟ زي علاء الشبلي اللي في الزمالك موجود وبيجيبوا أوباما يلعبوه باك رايت، وبيجيبوا احمد توفيق لعبوه باك رايت، وعندهم باك رايت اوريدي موجود اللي هو علاء الشبلي. فما تفهمش، في حاجه غريبه جدا، حاجه غريبه جدا. ولكن هزيمه النادي الاهلي من المقصه اعتقد ان هي قرصه ودن جامده جدا للجهاز الفني وللاعبين ان هم لازم يكملوا خلال الفتره اللي جايه بشكل جيد. متعب بيتجاهل عرض المقصه، و عماد متعب يا جماعه يعني خدوها مني انا بقول لحضراتكم، عماد متعب مش هيمشي من النادي الاهلي الا عندما يعتزل كره القدم او يروح
نادي تاني في الامارات عرض خارجي يعني. وجهه يعني انا مش معلومه يعني، لكن الناس دي دايما عندها روح الاهلي جواها، وطول عمرهم من هم صغيرين لغايه لما كبروا هم داخل النادي الاهلي. عماد متعب، حسام غالي، حسام عاشور، اللعيبه دي طول عمرها داخل النادي الاهلي. فمن وجهه نظري ان هو مش هيكمل الا اذا كان هناك له راي اخر. المسابقات بتقول لنا لتأجيل مباراة الأهلي مع بتروجيت، ده الكلام اللي أنا قلته لحضراتكم في أول الحلقة.